اول سجاده صلاه فسيولوجيه في العالم مكوناتها مشتقه من تكنولوجيا الفضاء تساعد كثيرين ممن يعانون من الام الركبه والمفاصل تدعم المصلي باحتضان البنيه التحتيه المترابطه للعضلات والعظام في جسده كيف ذلك سنعرف معا احمد شاب يعاني من بعض الام المفاصل وجد في السجادة الفيزيولوجية ضالته التي استطاع بمساعدتها الاستمرار في تأدية صلواته اليومية الخمس في باركود في السجادة كيو ار كود بتعملي أه، فيها سكان بيطلع لك هو البرنامج هذا هو ويب بروجرام بيعرف مكان مكانك وين بالتالي فبيعطيك توقيت الصلاة لكل صلاة في اليوم بنفس الوقت حتى بحسب المكان والتوقيت اللي انت فيه بتكون الـ تبع هذا البرنامج مناسب للمود اللي ممكن يعني الشخص يكون فيه الهدف من هذا المنتج كما يقول صانعوه هو توفير تجربة جسدية روحية مستوحاة من الطب القديم وأحدث ما توصلت إليه التقنية والمواد المعاصرة من خلال بحوث الفضاء <applause> سجادة الصلاة التي صنعناها تعتبر سجادة طبية، قضينا خمس سنوات في اجراء البحوث عليها انا وشريكي عالم الفضاء السابق من وكالة نازا المتخصص بصناعة بدلات رواد الفضاء، اضافة الى كون السجادة مصنوعة من طبقات عدة تشبه بدلات رواد الفضاء، فإن نسيجها يحمي المصلين من انتقال العدوى البكتيرية. سجادة صلاة تايمز تتألف من خمس طبقات تحوي على خواص الاحتواء والضغط المعاكس وملمس صحي ناعم ومنعش يشعر بالبرودة ما يساعد على تخفيف التعب عند اتخاذ وضعيات معينة أول ما الشخص يوقف عليها تحسي كأنها تحتضن حتى في السجود وفي الركوع تحسيها في تحتضن الشخص بنفس الوقت تحسيها بتعطي بوش يعني ما بتحسي نفسك واقفة على ال... يعني تحسي واقف... نفس... واقفة نفس... على نفس رمل الصحراء بخفتها واستقبالها لضغط الجسم وبالرغم من كل مميزات السجاده الفسيولوجيه فانها تبقى سجاده توضع على الارض قد لا يستطيع كبار السن او المصابون بالتشنجات الاستفاده منها طالما كانوا لا يستطيعون الوصول الى الارض لبرنامج اليوم على الحرة من دبي فائز العزي